يا شباب، هسه بشركم رئيس الهيئة وقال لكم إن شاء الله أموركم راح تمشي. موضوع الأثر الرجعي شنو؟ يردوها بأثر رجعي جماعة، يعني صار لكم سنة سنتين ثلاثة قاعدين بالبيوت وهسه تردون بأثر رجعي. عمي حمد الله شكره إذا صارت هاي هاني يابت عنك داحجي. إيه لا واضح واضح. نكون واقعيين ومع إحنا نتفهم أثر رجعي ماكو المن للمفسوخة عقودهم. لا لا من تاريخ فسخ العقد لا ماكو. إحنا بالكاد ماكو تخصيص بالموازنة لهم، لكن إحنا دا نصنع هذا مع الحكومة نصنع في التخصيص نعالج به اللي حصل في الموازنة. وأنا متفائل وبشرهم إن شاء الله بخير، يعني في رمضان إحنا إن شاء الله نبشرهم في نتائج زينة إن شاء الله. إن شاء الله.